تابعوا ما أريدوا برنامج خلف الصورة. أريدوا ديما معكم. أولين أولين أولين. التقطت الصورة أيام قبل الدخول المدرسة. شدني لهذه اللقطة الكراس اللي كان في يد الطفل اللي كان عامل رغم أنه عمره صغير. كان الشاب اللي قدام الطفل عينه على الكراس وكأنه يوصيه أنه ما يعاودش الغلطة اللي دارها هو من قبل ويترك دراسته. الصورة تحكي أيضا على أنه الحياة تضحيات وأنه الإنسان لازم يتبع حلمه وما يتخلاش عليه مهما كانت الظروف، رغم أنه الطفل ماشي مجبر على العمل، بالعكس مهمته أنه ينشغل بدراسته وتحقيق ذاته، إلا أنه في نفس الوقت مصاعب الحياة لا تعني أنه نستسلم ونرمو أحلامنا في أول حاوية قمامة. فاطمة حمدي، صحفية ومصورة حاوية. تابعتم مع أريدو برنامج خلف الصورة. أريدو ديما معكم.